ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن صيام شهر رجب، وورد على أنه مرفوع عند ابن ماجه لكنه حديث ضعيف جدا. لكن نهي الصحابة رضي الله عنهم عن صيام شهر رجب ثابت، ولذلك عمر كما عند الطبراني وابن أبي شيبة كان يضرب الأكف، أكف الأيدي، يضربها، يضرب أكف الناس حتى يضعوها في الطعام ليأكلوا، وقال إن رجب إنما هو شهر يعظمه أهل الجاهلية. ولذلك أبو بكر لما رأى أهله يتهيئون للصيام في شهر رجب قام رضي الله عنه وكسر الأواني وقال أتجعلون رجب كشهر رمضان؟